وثقت شبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال النظام السوري 26 لاجئا سوريا عادوا من لبنان خلال الأسابيع الأخيرة بعد بدء حرب لبنان، وقالت إن أحد المعتقلين قتل في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، في حين تم اقتياد 4 من المعتقلين إلى التجنيد الإجباري. لم تشفع ضراوة الحرب وشدة القصف للسوريين الفارين من لبنان عند النظام السوري، فأجهزته الأمنية والعسكرية التي أجبرتهم على الرحيل من سوريا بالأمس هي ذاتها التي تتصيدهم اليوم تحت عدة مسميات، مؤكدة في نظر كثيرين أن سوريا لم ولن تكون آمنة يوما واحدا بوجود نظام الأسد. ووفقا لأحدث التقارير، تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري اعتقل 26 من اللاجئين السوريين العائدين لوطنهم خلال الفترة من 23 من أيلول الماضي إلى 25 من الشهر الجاري، مؤكدة بالوقت ذاته أن اللاجئين السوريين العائدين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، فأحد المعتقلين قتل نتيجة التعذيب بينما تم اقتياد آخرين للتجنيد في صفوف جيشه. كما وذكرت الشبكة أن 208 سوريين اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري خلال عودتهم من لبنان إلى سوريا. هذه العودة وفق الشبكة ليست من اختيار اللاجئ، بل هي عودة إجبارية مع انعدام الخيارات، حيث يواجه السوريون في لبنان في هذه الأوقات أوضاعا صعبة واحتياجات أساسية من غذاء وسكن ورعاية صحية، مما يضطر بعضهم للعودة إلى سوريا رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. تقرير الشبكة يدحض رواية النظام الذي يؤكد بشكل شبه يومي من مسؤوليه وعلى وسائل إعلامه أنه يستقبل العائدين بالأحضان ويقدم لهم ما يلزمهم من احتياجات، كما يدعو الباقين إلى العودة إلى مدنهم وقراهم وكأنه لم يهجرهم ولم يدمر منازلهم. يلاحق السوريون في كل الظروف وإن كانت قاسية كالظرف الحالي، يلاحقون في بلادهم من قبل نظام شرد وقتل الملايين، وما يزال يلاحق من بقي وإن كان هاربا من الحرب والقصف. لتفاصيل أكثر معي الأستاذة نور الخطيب، باحثة ومديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، معي من إسطنبول. مرحبا بك أستاذة نور. يعني بداية، وثقتم اعتقال عدد من السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، بينهم امرأة، وأيضا هناك 4 أشخاص تم سوقهم إلى التجنيد الإجباري. تفاصيل أكثر عن هذا التقرير. نعم طبعا، التقرير يغطي مدة زمنية من 23 أيلول ولغاية 25 تشرين الأول، بمعنى مدة شهر واحد فقط من بدء التصعيد أو الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. معظم حالات الاعتقال اللي سجلناها هي ما ورد في التقرير فقط 26 حالة، هاي الحالات اللي قدرنا نتأكد منها ونتحقق منها وفق المنهجية العمل، ولكن أيضا لدينا عشرات الحالات الأخرى لم نردها في التقرير لأنها تحتاج لعمليات تحقيق وتقصي للمعلومات بشكل يعني بفترات زمنية أطول. بالتالي التقرير هو استعرض فقط ما تمكنا من توثيقه. طبعا بين حالات الاعتقال كان في حالة ضحية بسبب التعذيب، باقي الحالات معظمها تحولوا لمختفين قسريا، وأيضا 4 حالات منهم ما أفرج عنهم وإنما تم اقتيادهم للتجنيد أو للقطع العسكرية للخدمة العسكرية. نعم، التقرير الذي أصدرتموه بعنوان معاناة العودة، انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى وطنهم، جاء فيه بأن السوريين مجبرين على العودة من لبنان إلى سوريا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئ السوري في لبنان بحسب التقرير وما استطلعتم فيه. ما هي أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان؟ طبعا العودة لسوريا هي كانت قرار وحيد للاجئين، ولا يوجد لديهم أي خيارات آمنة بديلة، بالتالي كان قرار العودة حتمي بشكل خاص للنساء والأطفال. حتى إذا ما راجعنا الأرقام الذين جميع الأرقام السوريين الذين عادوا، فنسبة الأطفال والنساء هي تكون بشكل أعلى من نسبة باقي الشبان. الشبان أيضا كانوا لديهم خيارات صعبة واتخذوا هذا القرار بشكل صعب، وأيضا أعداد كبيرة منهم
منهم دخل سوريا بشكل غير رسمي لمحاولة منهم لتجنب المخاطر التي قد يتعرضون لها. في لبنان طبعا اللاجئين بشكل خاص الذين كانوا في المخيمات أو كانوا في مناطق الجنوب اللبناني تركوا بلا مأوى بلا أي مساعدات سواء كانت تقدم من قبل منظمات محلية أو حتى من الحكومة اللبنانية، بالتالي دفعوا باتجاه العودة، ولذلك نحن أسميناها أنها عودة قصرية وليست أبدا عودة طوعية. حتى عند وصولهم إلى المعابر رحلة النزوح من داخل لبنان وحتى المعابر السورية أيضا كانت مليئة بالمخاطر وبظروف إنسانية جدا صعبة. نعم، بحسب آخر إحصائيات بأن نسبة 76% من السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا هم من النساء والأطفال. وعلى ذكر المعابر أستاذة نور، ما هو وضع المعابر اليوم يعني بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 معابر؟ نعم، المعابر نحن ذكرنا ضمن التقرير أنه من غاية 23 وحتى نهاية أيلول كانت المعابر تشهد عمليات نزوح بشكل كبير، جميع المعابر حتى المعابر المخصصة للنقل التجاري ولعبور سيارات النقل التجاري، ولكن جميع المعابر شهدت اكتظاظات وبأرقام ثابتة تقريبا. في خلال شهر تشرين لاحظنا انخفاض بأعداد اللاجئين العائدين، ما زال هناك أعداد تدخل إلى سوريا، ولكن يجب أن نركز أيضا أن هناك أعداد كبيرة تدخل من المعابر الغير رسمية وبشكل خاص كما ذكرت منذ قليل الشبان والرجال لتجنب أو في محاولة منهم لتجنب المخاطر التي قد يتعرضون لها عند مرورهم على نقاط تفتيش أو على الحواجز. ولكن ضمن المعابر إجراءات صعبة تفرض على السوريين، بينما هناك إجراءات أقل تعقيد وأكثر سرعة باتجاه اللاجئين الآخرين سواء كان جنسيتهم لبنانية أو جنسيات أخرى. الإجراء الوحيد الذي اتخذه النظام السوري هو تعليق العمل بقرار تصريف $100، بينما باقي الإجراءات من فرض إجراء تسوية، فرض الفيش الأمني، هذه الإجراءات بقيت ممارسة لغاية اليوم تجاه اللاجئين السوريين. بالنسبة لتعليق $100، يعني هل ما زال تعليق هذا القرار ساري إلى الآن؟ وهل طبق بشكل فعلي على جميع من أراد الدخول إلى وطنه؟ نعم، في بداية الأمر أول أسبوع لموجة النزوح هذا القرار بقي ساري، طبعا أيضا منع العديد من العائلات من العودة إلى وطنهم والبقاء عند أقربائهم ضمن لبنان. عندما علق هذا القرار بشكل مؤقت أصبحت الأعداد بشكل أكبر تدخل إلى سوريا. طبعا القرار هو علق الآن، هو بالأصل يطبق على البالغين بمعنى أنه لا يشمل الأطفال، معلق لغاية اليوم. معظم اللاجئين الذين تحدثنا معهم وعادوا إلى سوريا قالوا أنهم لم يقوموا بعملية تصريف $100، ولكنهم في المقابل أيضا مع هذا التعليق دفعوا أموال باهظة جدا في عمليات النقل لداخل سوريا ولنقاط التفتيش. ذكر التقرير عمليات ابتزاز مالي كبيرة جدا تعرض لها اللاجئين داخل سوريا. عمليات الابتزاز هذه كيف تتم؟ تتم حقيقة منذ بدء الفيش الأمني، معظم يعني بدء الفيش الأمني بمعنى عند وجودهم في المعابر الشبان يبلغون عادة إذا كان هناك لديهم المطلوبين لأحد الأفرع الأمنية أو إذا كانوا مطلوبين للتجنيد يتبلغون بمراجعة شعب التجنيد. العديد هذا المكتب يعني أصبح يبتز السوريين بمعنى أنه لا يعطيهم وثيقة التبليغ لكي تسهل مرورهم على الأفرع الأمنية إلا بمقابل مادي يدفعونه للضباط العاملين ضمن المعبر. ثم ينتقل الابتزاز المادي بعد دخولهم. شهدنا حالات كبيرة من مجموعات تشرف على الطرقات من سائقي النقل، حافلات النقل وغيرها، فرضت على اللاجئين أعداد يعني مبالغ خيالية لنقلهم إلى محافظات ليست محافظاتهم بالأصل، لنقلهم إلى حماة أو حمص أو دمشق. أما إذا كان اللاجئ العائد ينتمي إلى المحافظات الشرقية في دير الزور والرقة أو حتى إدلب، فبعض الأشخاص أخبرونا أنهم دفعوا ما يقرب من $2000 للوصول مثلا من الحدود اللبنانية إلى إدلب. وبالنسبة لمن يدخل إلى الداخل السوري وخاصة من فئة الشبان عبر الطرق غير الرسمية، كيف تتم هذه العملية؟
طبعا الطرق الغير رسمية هي مسيطر عليها من الجانب اللبناني عصابات وميليشيات تتبع لحزب الله، ومن الجانب السوري أيضا عصابات تتبع للفرقة الرابعة. وبالتالي هنا كان يعني تم استغلال أو استخدام اللاجئين كورقة مورد مالي للفرقة الرابعة أو حتى لميليشيا حزب الله. الشبان الذين دخلوا، طبعا الطرق حسب ما أخبرونا كانت جدا صعبة، أيضا تعرضوا خلالها ابتزاز مالي كبير للعصابات التي تعمل بالإشراف مع كما ذكرت الفرقة الرابعة وحزب الله. مع ذلك عندما يدخلون إلى سوريا لاحظنا أيضا أن النظام السوري أو باقي الأفرع الأمنية كثفت من نقاط التفتيش المؤقتة أو ما نسميه محليا الحواجز الطيارة على امتداد الطرق التي قد يتوقع أن يدخل منها اللاجئون بشكل غير رسمي. بالتالي عدة حالات اعتقال نحن سجلناها بعد دخول هؤلاء أشخاص، إما عن طريق هذه الحواجز الطيارة أو المؤقتة، أو عند وصولهم إلى المدن مثل دمشق وحمص وحماة أو حلب. هل وثقتم أي عملية ابتزاز أو اختفاء قسري أو اعتقال لسوريين عادوا من لبنان إلى مناطق سيطرة قسد في شمال شرقي سوريا؟ عمليات اعتقال لم نوثق، ولكن كان هناك عشرات من حالات التحقيق الأمني مع اللاجئين، وليس فقط من قصد. نحن لاحظنا أن هذه خلينا نقول يعني سمة مشتركة بين باقي أطراف النزاع، سواء عن قوات الجيش الوطني أو حتى عند هيئة تحرير الشام. هناك عمليات احتجاز ليست ضمن مراكز احتجاز بمعنى سجن، وإنما كانت ضمن وجودهم ضمن أماكن خصصوها للاجئين ومنعهم من الحركة فيها لحين انتهاء عمليات التحقيق معهم وأخذ بياناتهم وفحصها. وأيضا كانت هناك مطالبات من هؤلاء اللاجئين بإيجاد كفيل لهم وتسجيل العناوين التي سيقومون بالإقامة بها. بالتالي معظم الأطراف الأخرى من غير النظام أيضا صعبت عمليات دخول اللاجئين إلى مناطق سيطرتها. 30 مركز إيواء لإيواء اللاجئين اللبنانيين في سوريا، بينما النازح السوري الذي عاد قسرا إلى بلده يبيت في الشارع، وأنتم تحدثتم في تقريركم عن هذا التفصيل. نعم، النظام السوري خصص أكثر من 30 مركز إيواء رسمي. هذه المراكز تتلقى المساعدات عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طبعا عبر شركائها المحليين سواء كانت الوكالة السورية للتنمية أو الهلال الأحمر. معظم هذه المراكز استقبلت اللاجئين بالأجانب اللبنانيين وغيرهم بشكل أساسي. اللاجئين السوريين يعني تركوا لتدبر أمرهم إما عند أقاربهم أو ضمن بقوا في العراء بعضهم لأيام في الشوارع والحدائق. وبالتالي يعني بعض اللاجئين فئة يعني محدودة منهم تلقوا مساعدات من قبل مبادرات أهلية محلية من في المناطق التي وصلوا إليها، ولكن كمراكز إيواء رسمية خصصت لهم بشكل خاص ممن دمرت منازلهم، وحتى أولئك الذين يعني سواء كانوا ينتمون لريف دمشق أو لدرعا من المناطق التي تعرضت للتدمير بشكل كبير ولا يوجد لديهم أي بديل آخر، أيضا هؤلاء تركوا بالعراء ليتدبروا أمرهم. للآن لا يوجد أي مركز إيواء رسمي هو خاص بالسوريين، جميع مراكز الإيواء هي للأجانب من غير السوريين. قلتم في التقرير بأنه لا يوجد أي إجراءات تضمن حماية حقوق السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، وأيضا وثقتم العديد من حالات الابتزاز والاعتقال والاختفاء القسري أو الإخفاء القسري، وأيضا بينهم امرأة واحدة. ولكن أمام جميع هذه الأرقام، يعني ماذا تريدون القول في التقرير، وهل هذه التقارير يعني ستجدي نفعا؟ نعم، حقيقة كون العودة أصبحت حتمية ولا خيار آخر للاجئين السوريين في لبنان، وبالتالي أيضا في سوريا لا يوجد لديهم أي آليات حماية. هنا يأتي دورنا نحن كمنظمات حقوقية، وأيضا دورنا في الضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد آليات حماية لهؤلاء الذين عادوا، وتتبع المناطق التي عادوا إليها ومراقبة أوضاعهم الإنسانية، وأيضا المطالبة النظام السوري
بالإفراج عن من اعتقلهم منهم وإيضاح مصير المختفين منهم. وبالتالي في هذه الفترة يعني نعتقد أنه هنا يعني دور المنظمات الحقوقية جدا هام، كشف هذه الأرقام، فضح هذه الأرقام وممارسات النظام السوري بأنه يسهل عودة اللاجئين، ولديه إجراءات بشكل خاص، إجراءات قانونية تسهل عودة هؤلاء. هذا التقرير ينسف جميع هذه الإجراءات، بالتالي على مفوضية اللاجئين بشكل أساسي كونها هي المعنية وهي المختصة كجهاز أمم متحدة بالتدخل لمراقبة أوضاع اللاجئين العائدين في مناطقهم التي ذهبوا إليها من ناحية المساعدات الإنسانية وأيضا من ناحية أوضاع القانونية والأمنية. نعم، قبل أن أنهي معك أستاذة نور، يعني تقارير حقوقية أكدت بأن سوريا ليست آمنة، وأنتم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أيضا وثقتم اعتقال العديد من الأشخاص، وأكدت بأن الأرقام أكثر من ذلك بكثير، ولكن لم يتم توثيقها إلى الآن. ومع ذلك يعني ما يزال هناك من يقول من السياسيين في لبنان وفي دول أخرى بأن يعني سوريا آمنة، وأكبر دليل بأن اللاجئين السوريين في لبنان يعودون إلى سوريا. لماذا يعني لا يتم ترحيل جميع اللاجئين الموجودين في بعض دول الجوار إلى الداخل السوري، وأكبر دليل بأن السوري يعني يعود إلى بلده من لبنان؟ نعم، حقيقة نحن أكثر من مرة ذكرنا أن السياسيين ليس هم من يحددون إن كانت سوريا آمنة أو لا. هناك عدة هناك عدة آليات أنشأتها الأمم المتحدة خاصة بسوريا، كلجان التحقيق الدولية المستقلة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان. تقاريرهم جميعا، حتى التقارير الصادرة قبل أشهر قليلة من هذا العام، جمعوها أكدت أن الذين عادوا إلى سوريا تعرضوا لانتهاكات جسيمة من اعتقال واختفاء قسري وتعذيب. بالتالي من يحدد إن كانت سوريا آمنة أو لا هي هذه الآليات. أما قول السياسيين هم يستخدمون دائما اللاجئين كورقة لرمي دائما مشاكل البلد المضيف، سواء الاقتصادية أو أي أزمة يتعرض لها أي بلد مضيف للاجئين، ترمى دائما على الحلقة الأضعف وهي اللاجئين. بالتالي نحن دائما منذ بداية عام 2024 ولغاية اليوم هناك 208 حالات اعتقال وذفت جميع من عادوا، سواء كانوا من لبنان أو حتى من تركيا ومن الأردن. بالتالي سوريا هذه الأرقام طبعا هي موثقة بشكل منهجي. المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجان التحقيق قاموا بالتحقيق فيها وعلى اطلاع على كامل تفاصيلها. بالتالي من الصعب القول أن سوريا بلد غير آمن. أما يعني دائما استخدام ورقة اللاجئين كورقة سياسية ورمي كل الأزمات عليهم، فأعتقد يعني هذا يصعب من 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 الحل. من يريد عودة اللاجئين عليه أن يخلق لهم بيئة آمنة لعودة اللاجئين. إذن من الصعب قول بأن سوريا آمنة لإعادة اللاجئين. شكرا لك يا الأستاذة نور الخطيب، باحثة ومديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من إسطنبول. شكرا.